بدري بدري. ماشي، تي اقول لك تي إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العلاش. معنا هذه القصة الصادمة والقصة المأساوية بكل المقاييس. معنا هذه الأم اللي كتناشد المحسنين وذوي القلوب الرحيمة. معنا هذه الأم اللي تحولت حياتها للجحيم للأسف الشديد بسبب مرض الإبن ديالها. الإبن ديالها اللي كان تقريبا في العمر ديالو، اللي كان في العمر ديالو تقريبا 20 سنة. 20 سنة هو مزيان، 20 سنة هو كما قالت الأم ديالو أنه مزيان، ولكن للأسف الشديد هالسنتين الأخيرة أنه تقلب، يعني تحولت حياته للعذاب. للأسف الشديد السيد أو الشاب ما بقاش قادر يتحكم في نفسه، بدا كيحماق. ونشوفوا رسالة ديال الأم ديالو بطبيعة الحال، ونشوف شنو تبغي تقول للمحسنين ولذوي القلوب الرحيمة. بارطاجيو باش الرسالة ديالها والصوت يوصل بطبيعة الحال الناس اللي الناس اللي كتعاون، الناس اللي كتقدم يد العون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شوف انا ولدي، انا كنتمنى لاي محسن، اي محسنه، ولا جلاله المالك اللي كاين ينتظر هذا الفيديو ديالي لهذا الشاب ديالي 23 سنه عندو عماين ما كينعاش ليلة في الليلة بالنهار، يعني عانيت معاه عماين باش دخل هذا المرض، عماين ما كيتجمع ليه شي، ما مشيتش نطوف عليه ندور عليه نجمعو حدايا، ما يتجمع ليه شي، ما يتجمع ليه شي مرة، أي باب كندقو مغلق في وجهي ديالي. عانيت معاهم بزاف، الأب بالعملية في نصو، عملية أخرى كيطالبوها له باش يجيو يفتحوا له هذا المشكل. ها اللي يقولوا الأطباء مشاو الكونجي، ها اللي يقول له حق سير للدار ديالك وغوت ليهم تشد الرانديفو ديالك، كيتعصب ويجي بحالاتهم من شهر جوج الى شهر خمسة. حاليا الراجل هو بالميكروب، والنهار على نهار كيتنشر داك المرض ديالو، ما بقاش قادر يتحمل حتى يجلس في الدار، نهار يغيب يخرج من الدار يطج كاع مره. انا ما بقاش قادره نتحمل، ما بقيتش قادره. كنت عندي عشي مانضه ولا خدمه، شي خدمه مزيانه، ولا عندي شي دار كارياه، ولا عندي شي مشروع غنبيعو على ولدي وعلى الراجل ديالي، ما كيهمنيش. انا بغيت اي محسن ولا اي محسنه ولا اي دكتور مشكور في مدينه الرباط اللي متخصص بالراس يتصلوا بيا ويجاوبوني حاليا لهذا الشاب ديالي يتعالج من هذا المرض. والراجل ديالي تقهرت بزاف، تقهرت تقهرت ولدي، تقهرت تقهرت تقهرت. كنت عندي شي خدمه قاره، ولا الراجل معاوني، ولا هو اللي كان معاوني، هو كان اليد ديالي اليمين، هو مشينا وياه بغينا نديوه للطبيب، ولا نديوه ندوزو له، ولا نديرو له سكانير، ولا نديرو تحليله، ولا نديرو له شبكه، كان بدا كيعاون عليه. دابا من شهر جوج والسيد بالعمليه في نصو، راه عيب ليك واش عايش ولدي، عيب ليك واش عايش، عيب ليك واش كنتي حاله وحده والصباح كنت بحاله. صدقت جوج حالات كنت نعاني من ولدي، ما خليتش به، قال لي الدكاتره النفسانيه ديتهم تصور كنخرج نمشي نترزق نجيب الخبز القوت اليومي كنغطيه، كنقول في العشيه عنجي ما نصيبوش، نصيبو مات، ما كيعطوني الدواء القرقوبي اللي هو الانسان المدمن. انا ولدي ما مدمنينش، ولدي هذا المرض صارت به لي عماين، انا راه عانيت معاه، انا راه كنطلب من اي محسن، اي محسن يتدخل فيا في اقرب وقت ممكن، عاطيني رانديفو فيه مرشوم من شهر فوقاش، فهاد 16 26 في شهر جوج في شهر 7. واش انا هاد المرض ممكن نصبر عليه انا حتى لهاد الوقت كاملين؟ شوف شحال راه عطيني هاد الرانديفو. بقيتي خايفه على ولدك؟ خايفه عليه بزاف، شحال بعد المرض كيكون جالس معايا، شحال من مره كنخلي اختو هنايا معاه باش ما يقدرش باش يعلق راسو ولا يدير شي حاجه. شحال من مره ديك النهار قلت لك انا شفتها مع الجنب البحر طاح على وجهه مع الحجره على الولاد، طلعوه ما كانش بان ولادكم مات، حتى جاني العين ديالو مبوقه واليد ديالو مجروده، قالت شي حد ضربو، ما ديرو شي حاجه دا الناس ولا شي حد ضربو. فقال لي لا، انا ملي رجع في الوعي ديالو قال لي لا انا ما طحت في البحر،
جدو ولدك قبل هالسنتين هذه كان الحاله ديالو مزيان، كان مزيان كيمشي للمدرسه بوحدو واخا ما كانش عاد التركيز المدرسه، المهم كان يمشي بوحدو للمدرسه، يجي بوحدو يجلس في الدار نعول عليه سد الباب يجي لعندي يجلس معايا في السوق عادي، بعض المرات يعاوني نجيب ديك السلعه ديال الربيع وديك النعناع داكشي نتقاسم معاه ديك السلعه ويبيعها معايا، نجي للدار يقول لي ماما سيري ترتاحي انا نسرحك نسرحني، كيعرفوه كاع الناس. الى هذه عامين، هذه عامين ما صافي تقلبت لي الحياه ديالي لوحده اخرى، تقلبت لي حياتي جحيم، ما نكذبش عليك اولدي ما كنعش، من حد يبات يهضر ويقيل الهضره ودالع انا ما كنعش ما كنعش، انت شتي الحاله ديالو بقى يدخل يخرج الهضره يقول ما داك الهضره مين كيجيبها الله اعلم، ما فهمتشي. درت سكانير عاونوني عليه على محسن مشي ديتو دار السكانير في السبيطار ديال الدوله دقنيطره راهاتي كتشوفي قدامك والو، جابت الطبيبه دارت له بحكايه عطاتني حتى الوقت اشنو عنده ولا هذاك، قالت لي وديه للسبيطار النفسي، قلت الطبيب النفسي انا راه عاد الاطباء نفسانيا راه كنغطيه كنقول انا عصيبو مات كيعطيو لي هاد القرقوبي، ما انا ولدي راه ماشي مدمن عبد الله، انا ولدي ماشي مدمن، انا راه كنتمنى منكم ومن جلاله الملك اي محسن اي محسنه يشد لي بيد اليمنى ويتعاون معايا على هاد الشاب ولدي، انا ما نقولكش عليه راه القلب ديالي كتجرى عليه الداخل، قلبي كيتقطع عليه، لا لا الاب ولا الولد بجوج بهم. حافظ رقم التليفون ولا حافظ؟ ما حافظهش ولدي، ما حافظ ما قريت شي. 06 97 82 65 84 واخا شنو تقول المهم تكيف كتقولي للناس والمحسنين كنتمنى منهم كنطلبهم اي واحد عنده ولد ولا عنده بنت راهم كيحس نفس الاحساس ديالي انا ام، اي محسن ولا محسنه راه عندهم نفس الاحساس ديالي كيفاش كنحسن على ولدي، راه عندهم نفس الاحساس، يمكن لي العون يدخلوني المستشفى ديال الرباط ديال الراس سبيطار الدوله يتعالج ولدي من هذا المرض، انا معانيه معاه ومعانيه معاه بزاف وما عنديش شي مدخول ولا شي منضى ولا شي فلوس البنك ضرقت عليه ولا شي ذهب ضرقته على ولدي ولا والو، المجد الله باه اللي كان كيعاوني كيبيع شتي في السوق كيعرفوا كاع الناس، ها هو من شهر 5 دار العمليه الاولى باقي بليكوش دايز بالميكروب، المرض كينتشر له نهار على نهار، دابا كيهرب من الحريق، انت كتشوف ها الادويه اللي كيستعمل ديال الحريق، ها هو ها واحد ها هما هاد الادويه اللي كيستعمل، ماشي ميك انا رانا ما كنكدوش، هذا تشرب ثلاثه لقاط في النهار كيدير 90 درهم، هادي كيشربها وحده في الوقت على الحريق، هادي بالميكروب ما كاين حتى حاجه حتى حاجه من هادشي، ها انت هو كيشرب هذاك الدواء هو دايز بالك، هادي سير دوز 15 يوم وجي ادير العمليه، مشي عندهم دكتور مشى كونجي ديالك ما جاش كاع، اصي عطاونا عاد دواء من الدوله، هذا ملي كنمشي لطنجه كيعطيو لي فابور، ملي كنجينا للعريش كيقول لك الطبيبه ما كايناش، هذيك اللي كتفرق الدواء مشات كونجي، علاش علاش انا راه نقول لكم ما عنديش، انا كنقول لكم انا فقيره ما عنديش، انا راه كنبيع وشريها في الربيع، انا حياتي ضاعت صحه مستحيل مع ولدي مع الراجل ديالي راجل الاول، انا كنتمنى من اي محسن اي محسن في قلبه الحنان ياخذ بيد اليمنى ويدخلوا فيا في اقرب وقت ممكن يتعالج ولدي في شي سبيطار ديال الرباط ديال الراس، يبحثوا لي على هذا المرض ولدي والراجل ديالي يدير العمليه في اقرب وقت في اقرب وقت ممكن، انا كنت من نطلبكم نطلب اي محسن يدخل فيا في هذا المشكل ديالي، رانا كنعاني بزاف كنعاني معاهم، انا عايشه طرات بويا كل واحد شحال كنجيبو، هذه بوحدها كدير 80 درهم، هذه ما عرفتش شحال كدير، هذه ها هي بوحد حتى هي وهذه ديالو هو، هذا انت كتشوف دراج هذه حتى هي ديال الولد هذا الراجل، يعني تقهرتي بالدوايات؟ تقهرت تقهرت ولدي ما نكذبش هذه ديالو تقهرت تقهرت، المجد الله كيعطينا الدواء ديال النفسانيين ما كيدير له والو، انت كتشوف كيقيل طايش وبعد سمعت السلعه حدا الناس قلت الله يهديكم الى ما قابلوا لي قابلوا لي السلعه الله يهديكم ويرحم ليكم الوالدين، قالوا لي عسير ممتي انا عارفه اللي كاين، دزت مشيت نقلب عليه كنلقى راه في واحد القهوه جالس مع واحد العلوج الجيران نيت هو اللي شادو حداه لقاه في الجامع شدو من يدي وقالوا اجلس هدايا حق عندك تخدم معايا اجلس هدايا، بقى جالس معاه تما كاينه انت مشيت لهم عشا مني بقي غوت عليا الوالده ها انايا جبتو وجيت عاد جيتو باش يتغدى ويرتاح شويه ونجلس انا قبلته باش ما يبقاش دالع في هاد القايله، ما جيتش وما جمعتوش يبقى دالع هو دالع، نقول لهم انا مزوقه فيكم الا ما دخلوا فيا في اقرب وقت ممكن سريعا ما تبخلوش عليا ما تبخلوش عليا، انتم مالي الخير انتم ولاد الخير عندكم نفس الكبده نفس الاحساس ديالي باش كنحس انا بولدي 23 سنه ربيته ضربت عليه تمارين ربيت احسن تربيه، انت كتشوف ما فيه التبليه ما عنده التبليه
تبريه ما عنده قرب بحدي بحال العائله من الغرب المغرب بيته حداي والله ساك بحال الى لحد الان باقا دابا نتبعوا الزنقه نجيبوا ينعس من العش هنا من العش حدايا من حد هو تيبقى يهضر وانا القلب ديالي كيتالم علي وكتقطع لي من داخل على ولدي ما نكذبش عليك ما نكذبش عليك هذاك الشيء اللي كنقول لك اودي انا عارفه باش كنحس راه كيتحسوا بيا اي مسلم اي واحد مسؤول في هذا الشيء عنده يد في هذا الشيء داخل فيا في اقرب وقت انا كنت في اقرب وقت اقرب وقت اليوم قبل غدا الراجل يدير العمليه والولد ديالي يدخل المستشفى الرباط الراس ويولي يتعالج في سبيطار الدوله وشكرا.